بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيه بغير مقدمة، نعم مليتوا من هذه. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جير لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم أتكلم عن وبعدين يعني نفس الروتين كل يوم، اليوم بغير. طبعا أنت بقيم من النوم ووجهي تقل وجه ضب بوسهال، تمام. عموما اليوم راح اتكلم عن برنامج ايات وكيف نقدر نركب برنامج ايات. طبعا البرنامج هذا من مشروع مصممته جامعة الملك سعود، تمام. فبصراحة جميل جدا، سألنا واحد عنه بالمنتدى الدعم، شفت ان البرنامج مفيد، تمام، ويعني وجدا جدا مهم للمستخدمين العرب المسلمين، تمام. قلت سوي شرح، تمام. برنامج بسيط جدا، العيب الوحيد اللي بوه وممكن اتغاضى معه علشان مصحف انه يستخدم ادوبي اير، تمام، برنامج مغلق، تمام، محتكر جدا، تمام. لكن ما دام في مصلحه عامه وفي اجر، خلينا نتكلم عنه شو عندنا اليوم. اوكي، اول شيء من وين اجيب البرنامج، تمام. البرنامج طبعا محطوط تحت اللي هو الرابط حقه، ممكن تصله من هنا. طبعا هذه الاصدارات المتوفره، نسخه الويندوز استغفر الله، نسخه اللينكس ترى اسمه جنو، اذا احد من شو اسمه مطورين الموقع شافها نتمنى تغيرها الى جنو، تمام، او جنو لينكس اذا انت لازم تكتب لينكس، تمام. هذا اللي يهمنا، نسخه اللينكس. طبعا النسخ اللي تحت هذه نسخه ماك، نسخه اندرويد، نسخه ايباد. اعتقد الاندرويد والايباد موجودات بالبلاي ستور خاص بهم. اوكي، طيب نقطع على تنزيل البرنامج. اوكي، راح ينزل لك البرنامج، احفظه في الهوم، تمام. طبعا مجرد تضغط هنا انت راح ينزلك تحت، لا وش ينزل تحت، راح يخليك تحفظه، تمام. راح يجيك ملف زيب مضغوط، تمام. الآن راح ننتقل إلى سطح المكتب، تمام. طبعا بعد ما خلصنا الصفحة هذه نروح لمجلد الهوم عندك. هذا هو المجلد اللي عليك تسويه، ضغط عليه بزر الأيمن ومتفك الضغط، تمام. طبعا فك الضغط بأي برنامج، أنا استخدم آرك، أنت تستخدم أي شيء. أوكي، وين راح؟ هذا هو. أوكي، الآن عندك نسخة أدوبي إير، تمام، 32، عندك ادوبي اير 64 على حسب المعالج. طبعا هذه نسخه ديبيانيه، وفي عندك ار بي ام. صراحه انا ما ادري هي الفيدورا واحده او ممكن تدعم النسخه الثانيه زي الاوبن زوزا، عموما نجرب. اوكي، طيب احنا راح ننزل النسخه هذه. كيف ننزل النسخه هذه؟ بكل بساطه راح نجيب الطرفيه الجميله، تمام. نحط لكم الوضع حق اليوتيوب علشان تشوفون. ايوه، هنا راح تكتب سودو دي باكج بالشكل هذا. طبعا نكبر الخط شوي، تمام. دي باكج ناقص اي. الان راح نجيب الحزمه هذه اللي هي طبعا بالنسبه لي 32، راح امسك 32 لسحب وفلات بالطرفيه. اوكي، لينك سويت انا، لا تصير ما تدعم طرفيه الكي دي اي، ترى ما ادري، انا اول مره اجرب سحب الفلات بالكي دي اي لذلك لا اعلم. بيست تكست، اوكي حلو، بيست از تكست. الان اضغط على انتر. اوكي، راح يقول لك ادخل الباسورد، راح ندخل. طبعا زي ما انت شايف انه راح اطلب الباسورد لانه راح عن طريق صلاحيات السودو، تمام. طبعا دخلت الباسورد غلط. اوكي، الان بدا تثبيت الادوبي اير، تمام. راح تنتظر شوي لحد ما انه يخلص الادوبي اير. طبعا بالمناسبه اذا كنت على توزيعه لينكس مينت ابونتو او ديبيان افتراضيا، البرامج هاي تقدر تثبت بدون الطرفيه. طيب خلصنا الحين من تثبيت البرنامج. طبعا في طريقه ثانيه تثبيت، انت تكتب سودو دي باكج ثم ناقص اي ثم تدخل على الهوم حقك بالشكل هذا. اوكي، طبعا الهوم بالعلامه هذه، ثم نكتب برنامج ايات بالشكل هذا بعد فكين الضغط. خلينا نكبر لي والله قصه، تمام. الان تحط النسخه اللي تبي، احنا نبي نسخه ايش، وش نسخه نبي؟ 32 ادوبي اير، وتختار نسخه 32. اوكي، طبعا انت مجرد تكتب هنا وتعبي المطلوب. صراحه مشكله عندي هالطرفيه، بكبر لكم الخط تشوفون لكن ضاغط معي. طيب زي ما انت شايف ادوبي اير، راح تكتب 3-2 بالشكل هذا. اوكي، الان تقدر انك تضغط انتر وتحمل، تمام، بدون سحب وافلات. اوكي، خلصنا من تثبيت البرنامج، الحين ثبتنا الادوبي اير. بعد تثبيت الادوبي اير راح ندخل على الادوبي اير من هنا. طبعا هو مع يوتيليتيز غالبا، انت تقدر تبحث عنه، تمام. هذا هو موجود هنا، طبعا هو مع بالنظام، ما عليك دور على ادوبي اير. اوكي، لما تفتح الادوبي اير بالشكل هذا، طبعا هو انستولر وليس يعني شيء ثاني. اوكي، راح يخليك تختار برنامج ايات من هنا.
هذا آيات دوت اير. تمام، هذا هو البرنامج. دبل كليك عليه، لا لا، حط انستول، وبعدين اختر مكان التثبيت، تتركه افتراضي احسن عشان ما يصير عندك مشاكل. اطلب الباسورد، الله يا صديق. اوكي، خلص من تثبيته. تمام، الان راح يفتح معنا البرنامج زي الحلاوة. تمام، ولا في اي مشاكل. طبعا مجرد لفة سريعة على البرنامج. الصور من هنا تفتح اي صورة تبي، مثلا صورة البقرة. تمام، ممكن انك من هنا تختار الآية، حتى اي آية تبي. تمام، نفترض آية 158 مثلا. تمام، في ميزة القراءة من هنا، ممكن تختار القارئ. طبعا هذا القارئ المفضل بالنسبة لي، ما اعلم عقلي. تمام، لكن انت في عندك قراء اكثرين هنا، ممكن تختار على اي واحد، مثلا حذيفي. تمام، للي يحفظون القرآن، صراحة حذيفي قراءته تخليك تحفظ غصب. اوكي، تشغل من هنا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اوكي، زي ما شايف كل ما يقرا يظلل على آية معينة. طبعا انت ممكن تضغط على اي آية من هنا وتخليه يقرا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. والله ذكرت شيء، احنا صغار كنا نروح مع ابوي بالسيارة، وطبعا ابوي مدمن على الحذيفي. تمام، فكان يركبنا ورا ويشغل الحذيفي، طبعا حر السيارة ورا، يعني احنا اساسا جاء عندنا حر، وشغل الحذيفي على اخر شيء، يفتح الدريش ابوي ما شاء الله عليه صحراوي. تمام، ويسوق. تمام، فلما سمعت الصوت هذا تذكرت ابوي. طيب الان نجي لم، طبعا خلصنا القاعده، طبعا اخترنا الحذيفي. هنا في مرات التكرار، كنت تختار كم مره كرر والى اخره. طبعا انت ممكن هنا تسوي الاعدادات المناسبه لك. هنا في بعض الخيارات. تمام، بالنسبه للمصحف فيها اللي حفص عن عاصم. تمام، وفي ورش. تمام، ممكن تدخل على ورش النافع، راح تشوف المصحف الخاص بورش النافع. تمام، طبعا ما في فرق. تمام، نفس بعض، كله مصحف، مجرد تغيير بخط المصحف اللي طلع لي فاتوه الحين بلاش بكم. طيب التفسير، ممكن تختار التفسير اللي تبي. طبعا ابن كثير تقريبا بالنسبه لي انا اشوف انه هو الشائع، ما ادري. تمام، في بعض التفسير من هنا. الجدير بالذكر انه اعتقد في شغله من هنا اخفاها، مش الترجمه، تختار ترجمه، هذا تفسير هذا. تمام، ممكن من هنا تختار تفسير بسيط يظهر لك بالشكل هذا، بحيث انك طبعا وهو يقرا الايه هسه من شايف ينزل ويختار، يعني ممكن تضغط على ايه معينه يظل تفسيره، يعني زي ما انت شايف الحين 157 156 وهكذا. تمام، طبعا الاجزاء ممكن تختارها من هنا، بصراحه ما اعتقد انه ما بقى شيء. تمام، هذا هو البرنامج بشكل عام. تمام، بس نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. ثبتوا البرنامج كلكم وقروا، اقروا كلكم قران، طلعنا برمضان زين، اقروا سامعين، يعني خلنا ناخذ اجر برمضان. يلا، السلام عليكم.